من الفعاليات التي تقوم بها جبهة الإنقاذ الوطني هي غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء في محافظة الإسماعيلية. كان هناك بالأمس مؤتمرا جماهيريا حضر فيه عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، منهم الدكتورة كريمة الحفناوي والدكتور أحمد البرعي والدكتور عمرو حمزاوي، لحث الناس على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء وأن يقولوا لا على هذا الدستور. كذلك أيضا قاموا بمظاهرة عقب هذا المؤتمر جابت شوارع محافظة الإسماعيلية تدعو الناس أيضا للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت بلا على هذا الدستور. منذ صباح اليوم بدأت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني متابعة ما يجري في الاستفتاء وكذلك تسجيل بعض الانتهاكات التي سيتحدث عنها الأستاذ عبد الله الجندي أحد أعضاء غرفة العمليات لجبهة الإنقاذ الوطني. أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا بحضرتك فندم. يعني أستاذ عبد الله، في البداية دعنا نبدأ، كيف يسير العمل داخل غرفة العمليات؟ غرفة العمليات منعقدة من أمس. بنبدأ نتصل بالمراقبين بتاعنا في الأرض، تمام؟ بنعرف كل ساعة إيه آخر الانتهاكات الموجودة، هما بيبدأوا يبلغونا بالكلام ده، وبرضه بنوصل الكلام ده بالإعلام وبنرفعه على الإنترنت. ليكم كم مراقب على الأرض تقريبا؟ 283 مراقب. هل كلهم حصلوا على تصريح مراقبة؟ كلهم معاهم تفويضات. تفويضات من المجلس القومي؟ حقوق الإنسان، من جهة حقوق الإنسان. جميل، لو بدأنا حضرتك على أبرز الانتهاكات اللي تم رصدها حتى الآن. تمام، أنا هتكلم في أول انتهاك. أنا عندي في حالة منع مراقبين في لجنة 11 بمدرسة العبور الابتدائية، تمام؟ هنا أنا عندي المراقب أحمد مباشر، ده دخل اللجنة طلب إن هو يقعد جوه اللجنة، يدنه موجود جوه بحكم إن هو معاه تفويض، وكمان إن هو مكان تصويته اللجنة دي المستشار الموجود رفض الموضوع ده وطلعه بره اللجنة. فالمندوب المراقب قال له حسبي الله ونعم الوكيل، تمام؟ راح جاي هو احتجزه جوه من قبل الجيش. طبعا ده إجراء غير قانوني، تمام؟ لأن المراقب ده المفروض يبقى قاعد في اللجنة لأن ده مكان تصويته الانتخابي. طيب، عندي حالة مراقب عام، يعني مع تفويض عام ان هو يلف على اللجان مش ان هو يستقر في لجنة. مع تفويض ان هو يلف، بس ده مكان تصويته، تمام؟ عندي برضه في لجنة ثانية. تم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات، لجنة عمل الانتخابات هنا في الإسماعيلية؟ احنا دلوقتي بنبلغ اللجنة العليا للانتخابات وبدأنا نتحرك على هناك من خلال المحامين عشان نسجله ده في محاضر الجلسة. ايه الانتهاك التاني؟ عندي انتهاك تاني، تأخير حصل في مدرسة الشيخ زايد الابتدائية. حصل القاضي دخل اللجنة بالظبط الساعة 9 إلا ربع اللجنة، ورفض يذكر ده في محضر الجلسة، وفتح الجلسة على انها مفتوحة من الساعة 8. ايه سبب التأخير؟ والله هو ما قالناش حاجة. يعني هو حضور القاضي نفسه متأخر؟ القاضي حضر متأخر، القاضي جه متأخر، تمام؟ طيب، عندي برضو حالة توجيه ناخبين في اللجنة رقم 9 بمدرسة الصفا الإعدادية بمنطقة أبو شحاتة أبو عطوة، بيوجهوا الناخبين هناك. إيه شكل التوجيه؟ من خلال عربية بميكروفون بتلف في أرجاء المدينة. طيب، عندي برضو تاني، عندي في واحد متوفي من أكثر من 4 سنوات اسمه زكريا أحمد علي السويلم في لجنة رقم 9 بمدرسة العباس، رقمه في الكشف 1701، ده رقمه مدرج في الكشف مع ان التحديث اخر تحديث كان في انتخابات الرئاسة، تمام؟ ده اسمه مدرج في الكشف مع انه متوفي اكتر من 4 سنوات ونص، تمام؟ والدليل موجود على الانترنت، ممكن نكتب الاسم وهيظهر لي معاه رقم لجنته. لكن يعني هل حد انتخب مكانه او لا؟ ده غير معروف. محدش انتخب مكانه. اسمه بس مدرج في الكشوف. اسمه موجود في الكشوف. عندي تاني برضو، عندي توجيه ناخبين في قرية أبو فودة، عندي رقم عربية 3038، العربية دي بدأ في حشد الناس هناك، في حشد الناس في قرية أبو فودة في منطقة أبو خليفة. في أجهزة كمبيوتر موجودة برة، اعرف لجنتك من خلال حزب الحرية والعدالة، بيديله كارت مكتوب في ظهره حزب الحرية والعدالة، الموضوع ده متاح جدا هناك وأجهزة الأمن. يعني مدرسة حرة؟ مدرسة أبو فودة الإعدادية دي موجودة في أبو خليفة. مكان اللابتوبات اللي موجودة هل على بعد أقل من 200 متر؟ لأن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من قوات الجيش والشرطة عدم السماح بالدعاية الانتخابية في محيط 200 متر بالمقر الانتخابي. والله هو ده بلاغ جالنا من المراقب هناك، احنا ما تحرناش الدقة في النقطة دي، بس العربية اللي بتجمع الناس مرصودة، بتنزلهم أمام اللجان، مرصودة برقمها. ومعها ميكروفون، اول رقمها تاني برضو 3038، تمام؟ هل في انتهاكات اخرى؟ عندي برضو عدم تواجد حبر فوسفوري في لجنه الفاروق عمر، عندي برضو الاضاءه ما بيتابعوش الناس وهم خارجين ان هو يغمس في الحبر الفوسفوري،
عندي برضو قاضي في مدرسة عثمان، أحمد عثمان، ودي متسجلة مباشر، يعني كان حظنا حلو إن القناة 4 بتصور هناك وسجلت الموضوع ده مباشر. في فرد من الأفراد الموجودين بياخد البطايق من الناس وبيدخلها القاضي، مع إن القانون بينص إن الفرد بيتعامل مع القاضي مباشرة، بيدي بطاقته للقاضي مباشرة. دي كل الانتهاكات اللي رصدناها. هل الشخص ده من المجلس المحلي مثلا، ولا يعني قصدي هل معاول ليه؟ الشخص ده امين اللجنه، تمام، بس القانون بينص ان التعامل مع القاضي مباشره، التعامل مع القاضي مباشره. الموظفين اللي جوه ما لهمش جهه تنظيم خالص، التنظيم من خلال افراد الامن، الجيش والشرطه. طب حضرتك في مقبل هذه الانتهاكات ترى يعني كيف سير العمليه الانتخابيه حتى الان من وجهه نظرك احد المتابعين من غرفه العمليات؟ انا شايف العمليه الانتخابيه ماشيه عادي جدا، بس ما فيش اقبال كتير، تمام، الاقبال ضعيف جدا على اللجان، وانا احنا بنطلب من الناس ان هي تنزل، الناس تنزل يعني يكون ايجابي وينزل يقول حتى اللي هو عايزه، بس يكون ايجابي. شكرا. شكرا ليك استاذ عبد الله الجندي. ماشي. كان هذا هو اللقاء مع استاذ عبد الله الجندي، عضو غرفه العمليات لجبهه الانقاذ الوطني. سنوافيكم من غرفه عمليات حزب الحريه والعداله بعد قليل للاطلاع ايضا عما رصدوه منذ بدايه اليوم وحتى هذه اللحظه من الاستفتاء الذي مر عليه قرابه 4 ساعات او 5 ساعات منذ بدء العمليه الانتخابيه.